طب دكتور منيسي، حضرتك قلت لنا في انواع الطعام اللي احنا ما كناش متوقعينها ان في حساسيه من المشروم، حساسيه الجمبري معروفه، ايه الحساسيات الاخرى اللي ممكن تنتج عن الطعام او الدواء وهي الناس مش منتبهه ليها؟ الحاجات الشهيرة اللي هو أكبر رقم من الحساسيات هو حساسية القمح، والناس كلها النهاردة بتتكلم عليها، بيصيب 1% من سكان الكرة الأرضية، لكن عدد الناس اللي احنا بنشخصهم أقل من كده بآلاف الأرقام. يعني احنا بنشخص واحد لكل 2 مليون، لكن هو موجود في واحد كل 100 ألف، بس أو انا كل بقيت 100 شخص بسمع ناس كتير جدا عندهم حساسية قمح، ده للأسف موجود، ودي من أشهر الحساسيات. وحساسية الألبان. حسيت اللبن ده ليه حاجتين، في حساسيه اللي هو عندي لاكتوز انتولرانس، عندي مشكله في اللاكتوز، لما باكله ما بيحصل لي مش عارف اهضمه، فبيجي لي انتفاخ واسهال، ممكن يصل الى ترجيع وكركبه في البطن والم في البطن، ده اشهر حاجه لحساسيه اللبن. لكن في حساسيه احنا مش واخدين بالنا منها، حاجه اسمها كاو ميلك الرجي، يعني انا غيرناها حساسيه لبن البقر، ممكن تعمل لنا مغص في البطن بالفعل، ودور كأنه نازلة معوية مستمرة طول ما أنا باكل اللبن، وتبتدي من يوم الاثنين بعد أول جرعة لبن أنا خدتها. هنا العلاج في الحاجات دي ان انا اتوقف عنها ولا لازم طب اتوقف حسيت اللبن عنها؟ دي ممكن تعمل ايه تاني؟ احنا شايفينها انها نازلة معوية او كأنها حسيت لبن، لكن هي ممكن تعمل لي حساسية صدرية غريبة جدا. يعني الكاو ميلك الرجي، في مرض اسمه هاينرز ديزيز، اسمه كده، سموه الراجل اللي اكتشفه اسمه هاينر. العيان بيروح للدكتور الحلفاوي عنده كحه وبلغم وعنده تزييق صدر، فبيقول له انت عندك دور برد وعندك حساسيه، وقاعد يديله في مضادات حيويه وقاعد يديله في مضادات هيستامين ومضادات لل، اول ما الطفل ده بالصدفه هيوقف اللبن الاعراض هتريزولف في 5 ايام. يعني ما كانش هو له لانه داعي كل الادويه. هو ما كانش فيه، مش يعني احنا مش بنتكلم مع الدكتور الحلفاوي شخصيا، لا الدكتور الحلفاوي انا من فاهمه العظماء، طبعا، احنا بنتكلم لكن على هو حد راح العيان راح للدكتور للصدر الصدريه، يعني. وده العرض اللي موجود في ازمه زي الكورونا او في حاجه زي كده، فالدكتور برضه مظلوم ان هو ما قدرش، مش لازم ياخد منه كل، مش هيستري قوي. بس يا دكتور محمد، احنا فعلا لانه الجهاز الهضمي الناس اللي عندها ارتجاع جزء منه بتزود جدا حساسية، فاحنا بنسأل على اعراض جهاز طيب هضمي. الارتجاع اللي هو عندنا طب ده، الارتجاع ده يعمل ايه للصدر؟ يعني هيجي له ارتجاع فيشرق فيجي له حساسية. هم بتوع الصدرية بيتهمونا اتهام زور، واحنا بنتهمهم ان يا جماعة شوفوا شغلكم وفضلكم، تبادل الاتهامات. احنا اللي بيدينا العرض بتاع الارتجاع التهاب مريء زينوفيلي، التهاب مريء زينوفيلي، فبيدي بعض اعراض الارتجاع، لكن العيان اللي هيروح للدكتور احمد وما عندوش الاعراض الحقيقية اللي هو الحموضة والحرقان وانه بيشرق بالليل، احنا هنقول للدكتور احمد من فضلك لا شوف له حل تاني، او الاكل اللي هو بياكله هو اللي عامل له مشكله. ما هو اللبن يعمل التهاب مريء ايزينوفيلي، يعمل التهاب معده ايزينوفيلي، يعمل التهاب قولون ايزينوفيلي. اللبن يعني اللبن ادانا اعراض حموضه واداني اعراض ارتجاع، وهو ما عندوش ارتجاع يقيني وعنده اعراض صعوبه بلع وعنده اعراض معده، شعور بالانتفاخ غير التخمر، يعني زي اللي عنده قولون عصبي. انا هديكم شويه امثله، في اكل بيزود لنا الصداع النصفي، في اكل يديني شعور بالانتفاخ واقول ده انا عندي انتفاخ طول الوقت، وسموه فود ماب دايتس وقالوا ان ده مرتبط بالقولون العصبي. هل التسميه دي مرتبطه ارتباط وثيق؟ الاجابه الحقيقه والعلميا لا، بالرغم ان اللي كتب كده هم العلماء اللي كتبوا هذا الكلام. دي اسمها عدم قدره على هضم الكربوهيدرات مظبوط. وعندنا حساسيه لحم، يبقى احنا عندنا حساسيه البان وحساسيه قمح. طب واللي ما عندوش قدره على هضم الكربوهيدرات يقلل في الكميه، مش هنقدر نمنعه، لان في برضه مشكله الكربوهيدرات، عندنا حساسيه لحم مش للبروتين لكن للكربوهيدرات اللي جوه اللحم، فعندنا حساسيه لحم تديني شعور بالانتفاخ والم في البطن، ممكن حموضه وارتجاع والم شديد، وممكن تصل الى اسهال وترجيع. يعني حساسيه اللحم في اسوأ فروضها مش لازم تكون مرتبطة، ما احنا هنقسم الحساسيات زي ما قلنا، حاجة مرتبطة بالاي جي اي وحاجة مش مرتبطة بالاي جي اي او الخلايا اللي احنا ابتدينا بيها الحديث في الاول.
الحاجات اللي مرتبطه بالاي جي اي دي للاسف الشديد لقوا انها بيبقى مصاحب ليها اكتئاب، وقد تودي في النهايه بسرطان غدد ليمفاويه. هل هي متلازمه بالخطا، او يعني احنا شفناهم بالصدفه، ولا الخلل الجيني اللي جاب ده هو ده؟ لكن لما لقينا ان الناس بتاعت حساسيه القمح شلنا منهم القمح، قلت من عندهم فرصه حدوث سرطان الغدد الليمفاويه الليمفوما. حصل طبعا في اكل بقى محدد، الناس تنتبه ايه اللي بيدخل الفم، لان ده بيأثر على المعده، على وده الجلد، سؤال هل على العين، على الصدر. فيعني واضح ان هل هناكل اكل اورجانيك ولا ما ناكلش اكل اورجانيك؟ عامل مشترك، ناكل ولا ما ناكلش؟ الاجابه لا، مش مهم ان احنا ناكل اكل اورجانيك، دي الاجابه السريعه. هل ايه الاكلات اللي بتزود الصداع؟ في اكل بيزود الصداع، الشوكولات، المكسرات، مرقه الدجاج، مرقه الدجاج بتزود اللحوم الحمراء واللحوم المصنعه. طب احنا ضد الماده اللي موجوده في مرقه الدجاج وضد اللحوم المصنعه، منظمه الصحه العالميه قالت انها مسرطنه. طيب الاضاءه البيضاء بتزود فرصه حدوث الصداع النصفي. فاحنا لما نيجي نقول الشوكولاته والايه والجبن القديمه الايج تشيز، الجبن الريكفور، مع ان الجبنه الريكفور دي جبنه من ناحيه طبيه مفيده وعظيمه جدا، لانها بتزود البروبايوتكس بتاعتنا بشكل طبيعي، اللي هي اهم محفز وحاجه بتصون المناعه الذاتيه، الانيت اميونيتي، الكتله الجرثوميه لدينا.